السلام عليكم، معكم اليوم عمر او كابتن المارات. اليوم عندنا فيديو جديد يا جماعة، اتوقع الحين الحلقة الخامسة من سامبوسا يونايتد يا جماعة. فاهم اليوم يا جماعة بنلعب اول مباراة في الحلقة ضد وولسال، المركز الرابع في الدوري، بعدين بنلعب ضد كرولي، وبعدين ندخل شهر مارس بنلعب فيه ضد سولفورد وبرادفورد سيتي ليتون اورينت وكولتشستر، واخر فريق اتوقع هذا نسيت اسمه. يا اتوقع ان اليوم بنوصل لشهر ابريل اتوقع، يا اتوقع بنسوي سكيب لمباراتين في ابريل او شيء كذي. يا بنروح وخلونا نوريكم يعني شو اسمه ترتيبنا في الدوري، ترتيبنا الاول، مع انه يعني يا جماعة عندنا فرق يعني ممكن اتوقع انه 6 نقاط الفرق بينه وبين المركز الثاني، ونحن عدنا مباراة. يا نحن عدنا مباراة مع مباراة فاقين عن نورثامبتون، فإن شاء الله نفوز على وولسول وكذي نفرق عن 9 نقاط. أول شيء أنا أتوقع إن يعني لازم أغير الأطقم، لأن وولسول لابسين أخضر ونحن بعد لابسين أخضر، يا نغير من لبس محمر وندخل هذه المباراة الكبيرة اللي إن شاء الله نفوز فيها ونفرق في الصدارة. الأبواب كلها مسلطة عليه في هذه الأثناء، طبعا كل يتصدر حتى مباراة الهدف كل ويقدم مباراة مستويات كل ممتازة قدام مباراة الجول، العب يطلعون ويقدر إبراهيم يقدر فود، أن يسجل والله الهدف العظيم كل الأخير مباراة للفريق فيه. يطلعوا لي إبراهيم فود يقولوا لي أوه هذا إبراهيم فود هداف الدوري، تحية حتى طيبة لما أنا في للجميع مباراة الأعضاء يعني حتى لمجموعة لو أنا في المدربين فورمة الأبطال في سيئة أجواء يعني جميلة. ناديكم في أفضل فورمة بداية سيئة للمباراة هذا تقدم إبراهيم فود موجود في جميلة تيفو التهديف الحين، سجلها الحين الجول إبراهيم الأخير فود للفريق صار الأبيض، ممكن وللمرة الرابعة الواحد تسجل اللي الهدف يعني هو التعادل نجم في الفريق والتوج إبراهيم فود موجود لإقامة في التيفو المباراة ضد الكبيرة. وولسال المركز وجود الهدف من الرابع. خلالها أن يجرب بعض الخطط واللاعبين فاميا ويخرج بنتيجة عادلة إن واستفادة شاء الله كبيرة يعني فاميا نحن عدنا لأصحاب الهمة الذين 62 هم هدف المنافسون في للإيقاف الحقيقة، وفي هذا الموسم من الدوري، الأكثر تسجيلا في عدنا الأهداف. أكيد لا الإيقاف عاد الحقيقي لاعبين للفريق والفوز يتشاركون بالتتويج هدافين الدوري للإيقاف هم إبراهيم يتطلب فود تدريبا وبرنت. جادا وجود الهدف فأيضا الأخير يعني للفريق قبل والتحسين الحلقة الكبير شفت للمباراة احصائياتهم الأمامية للفريق، واحصائياتهم ونسجل جدا الهدف جدا لتجريب المزيد من ممتازة. الاستقرار. حاليا اللاعبين يسلمون على بعض، في دور ليس سوي لها سكيب مثيل، نستمتع بهذه ونلعب المباراة المباراة. ليتس جو كرة بكرة قطع خلاص سهل من الكرة انجلر بعد تمريرة خاطئة. ويلر سافيج ويلر تتخلص منه، هاي الكرة فرصة تمريرة تسديدة وهدف والهدف أول لها. الأول في المباراة يا بكل جماعة، اختصار انا ما اقدر الأبطال اسوي أصبحوا كلين أقوى شيت، بهذا الهجوم يعني الحين وبهذا الوم دفاع التهديف. ولا الوم نفسي هدف انا اني انا الهدف ما اعرف ادافع، هدف مستحق بعد ضغط ممكن الوم كبير نفسي انا. وجود التسجيل. ركنية تعرفون الركنيات دايما خطيرة، بيلعب لك كرة إلى ركرة عرضية منتصف تتخلص من 18، بنا التسديدة. فرص في إيقاف اوكي التسديدة، انجرام ركرة تدخل تتخلص بشكل سليم، تيلر شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. لدي فرصة لإرسال كرة عرضية. اوكي فرصة اوكي للتسديد، نو لس خلصت الدفاع يقطع كرة الطريق، يتصدر عادت الخطيرة، تسديدة في شباك. الهجوم في المباراة. يا الله على الدفاع، بدون استعجال تم تسجيل الهدف. الكرة ما تطلع من تمريرة دفاعنا. ثم تمريرة ثم تمريرة، بدون تعب بدون ملل، إرهاق الخصم وإحباطه، ثم جاءت اللحظة بوضع الكرة كي في يعني الشباك فريقهم بطريقة روعة. دايما يلعب باصات وبس الكثير باصات يلاحق وبس الجمهور، ما في أقوى من باصات كي كي الهدف مرتين للتسجيل المرة الثالثة، وهي آر الشفرات المفتوحة يعني بيكر والضغط مو الكبير بممتاز، بالكبير. ولا ان يعني هم تعب يلعبوا تدريبهم طبيعي باصات لتحقيق وباصات النتيجة الحالية، تقدم والفريق ولكن ما تقدم يسوي تدريبهم شيء عشان بطريقة يخلصها. حلوة برنات كبيرة لإبراهيم تقدم فود، الفريق إبراهيم فود والهدف للتصدر الأول، الآن، كل شيء 3-1. للوقت أوكي كافي للتعديل. سافيج يلعبها، ويلر فرصة خطيرة، برنات سجل، برنات سجل. أوكي الصراحة ها يا رباه، تصدي خيالي، لا يا شيخ
المدرب راح لا يدفع يا بلاعب بديل في الدقائق القادمة. فنات، كيف كذي تضيع؟ وات كمان تحصلتك بتسجلها. ميلر هاي بينية كرة بتعديل تسديدة بينية بتخلص. بتمرر اوكي حارس، وتنطلق صافي للدعاية وانتهي وتكون خسر. المباراة، خسرنا 3-1. اوكي، انا راح احل مشكلة ان هم يلعبون باصات وايد في منطقتنا. الدفاع المفروض انه يكون ممتاز، فاهم؟ عندنا بعض كرولي نسوي سكيب لينها، يعني نحن الحين ما نقدر نفوز على التوب فور اللي ويانا. كرولي المركز 19 هكا سريع، ان شاء الله تفوز. تعادلنا 1-1 حرفيا. وبعد تقييمي في التدريب مو ممتاز، مراجعة الأداء. اوه ماي جاد، شكلهم بيقيلوني من التدريب. اوكي قولولي نحن لا نسير على المسار المطلوب. الحين هم يقربون منا، الأندية يقربون منا، يعني لازم نشوف حل. بنشوف حل، لازم نشوف حل. تكتيك، لازم يكون دفاعي شوي متقارب من بعضه، والعمق يكون شوي ورا. هني ما نلعب كرة طويلة، نلعب بناء لعب بطيء، تمرير مباشر، انطلاقات نحو الأمام. لأن أنا با بكل اختصار نشوف لاعبين يفتحون. أما هني متشابه، خلي كذي، نخلي كذي، نبغى 3 لاعبين في هني. طبعا ما نبغى هني أي شيء. هني انجرام، انا اقول لك انك تنبل المدافعين يعني ماكونفيل، انا اسف بس يعني انت خليك ورا، وانت يا ماكونفيل خليك ورا. يا فالكاري وسافج، انتوا ممكن بتهاجمون. يا خلينا الحين نشوف اذا فالكاري او سافج، اي واحد منهم يلعب كام. فالكاري وسافج اثنينات يلعبون كام. يا حاليا خلينا نشوف اذا في سي دي ام في الاحتياط اصلا. اصلا ما عندنا وايد لعيبه. اوكي، تشوفون الناس اللي هني، اللاعبين اللي موجودين هني، انا بجيبهم كلهم عشان يعني عشان يعني شو اسمه، نزيد لاعبين في الفريق، لان لاعبين شوية. يا خلينا نروح لمباراتنا ضد سولفورد اللي ان شاء الله بنفوز فيها بالتكتيكات الجديدة. ليتس جو. كثر الكلام في وسائل الاعلام وحان وقت الافعال، الجماهير تتوافد بشغف الى الملعب الان. اوكي، هذا هو الديربي. طبعا حاطين سولفورد هو اللي منافسنا في هذه المباراة، في هذا المود. يا خلينا نلعب هذه المباراة، ونكون ان شاء الله، تشوفون ان شاء الله الدفاع يكون متقارب من بعضه، وتشوفون ان شاء الله الدفاع يصير افضل. يعني دفاعنا ممكن تقولون اوكي عرضية تتخلص من بالدي. اوكي تبعد الكرة من أماكن الخطورة، حكام. تمرير جميل من اللاعب. لا بنات، لا تنصاب، لا تنصاب علينا يا بنات، هذا طلعوا الكرة السحب زين. متوفر أمامه لإرسال كرة عرضية لا وتصويبة اوكي، تخلص خطيرة. من بيكر هالمرة. لا يمكن هذه الكرة، ده تصدي غير عادي لا من تقولي ان الحارس. بنات تنصاب، لا بنات تحت تنصاب. الحجم، لكن الكل ينتظر القرار التعديلي. اتوقع ان بكل اختصار بنات انتهى الموسم.
توبن بيدخل، توبن توبن انقذنا. ما كان في مجال، المدرب يضطر الى اجراء تغيير كرة وتبديل مكان عرضية المصاب. رأسية كرة لكن رأسية وصلت فيها للحارس. لحارس المرمى. اوكي ويلا ويلا سافج، ويلا شعور يلعبها بين يخيب ابراهيم فورد، متفائلين ابراهيم فورد، بهذا الكرة ابراهيم فورد. يا سلام، واحد تمثيل فني صفر جدا كبير. مسجل افتتح ضد المباراة سولفورد الهدف بصاحب الكرة الاول، ولكن واحد كان الهدف صفر. مباراة الله عليكم، لين كان الحين يحتاج تكتيك ماشي؟ الى فاهم، تحسين تشوف الكرة الدينية عادت لابراهيم في فورد، عدد ابراهيم فورد المدافعين. تسديدة هل في الشباك، المنطقة كانت سريعة؟ واحد صفر. ربما يا الكرة سلام، كانت على الله وشك عليك التصويب يا القوي في المرمى، ابراهيم، لا يمكن نايس التصدي لها. كرة الانجرام، حطينا انجرام وياهم يعني يونايتد تقريبا، قدم يعني فرص نحن مهيبة نلعب وفائق صبر الاستحواذ على الكرة، لكن الاستحواذ خمسة دفاع السيء بس في الشوط بشكل الحالي غريب. والكرة يشكل توبن كرة توبن خطيرة في توبن الهجوم. توبن سجل، توبن 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 يسجل ويعطيها سي. الله عليك يا توبن، الله عليك، سوها حقهم، سوها حقهم، لانه مصاب ببرنات. صح، انا ليه الحين خايف من اصابة برنات، اتوقع ان برنات موسم انتهى يا شباب يعني. اخ الله على سوبر الرياضة برنات والتركيز راح في علينا، الهجوم على بس الاندلاع. ما يعرفون سولفورد ان عندنا الكرة لاعبين الكرة ممتازين مع برنات، عندنا توبن، عندنا ابراهيم فورد، عندنا الدفاع، خط الدفاع اللي إذا صار العودة ممتاز للمباراة حاليا في بشكل المباراة، كامل يعني ممكن وتجنب لو انا أي ما سويت تكتيك ممكن مفاجآت. كنت خسران 5-0 الحين. تمريرة ملعوبة. اوكي، لف شديد وتخلص. على لا الكرة هاي وتبديل غلطة، هاي مكان غلطة، المدافعين. هاي في غلطة. المرمى هدف ويسجلون، كل ما يحتاجونه الجميع يسجلون ليظهر سولفورد، شخصيته غلطة وقدرته على العودة. فردية مني صراحة تنطلق يعني. المباراة مرة أخرى بنتيجة هدف لهدف. فاهم ينتهي الشوط الأول. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 2. أقول لكم يعني الهدف الأول اللي جابوهم غلطة، غلطة من الدفاع، يعني مو بأن المدافع سيء، يعود خطأ، الآن مع بداية الشوط كلي سيء الثاني أخطاء. والنتيجة فاهم الحالية يعني. ويلر وتقدم ويلر الكرة. ويلر راح من المدافع يا الله، حرام ماذا عليك يا ويلر، أجرى؟ عشان ماذا تشي، أضاع عشان تشي انت كرة بتروح الهدف ببلاش، سهلة من أجل التسجيل عشان تشي انت التمريرية بتروح ببلاش ليحسم النتيجة شو لفريق اسمه الهدفين ويمنح جماهير الراحة. الآن في لا يلوم فترة إلا نفسه الانتقالات إذا الجاية، أتى التعادل. روح ببلاش. يعني انا مو يعني، تخيل انا مجدد حق الفريق كله ما عدا انت يا ويلر. يخلصها من منطقته. توبن بيركض، توبن يركض، توبن يركض. اوكي، وحش توبن، وحش توبن، تدخل مرمى وحش الهدف توبن. الثاني. يا الضغط، الله على الضغط الرهيب من توبن. وكرة عرضية، تمديد الركنية في ضرب منطقة رأسية. منطقة الجزاء. اوكي سافج، الدفاع يبذل سافج الحديد تتخلص لتخطي منه. الخطورة. كرة عادت. ترسل الهجمة المرتدة او الآن. با 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 او با 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 او بو 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 بو. رجعوا 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 يا شباب، رجعوا. اوكي تنتهي الكرة المباراة، انتهت المباراة وتوصل فزنا الهدف 2-1. 2-1. وهاي يعني ان حلو تكتيكنا التسجيل. نجح، تكتيكنا نجح. صح انهم ضيعوا فرص وايد، بس في الاخير يعني تكتيكنا نجح، تكتيكنا نجح بكل اختصار، وفزنا. اوكي فزنا، فهذا يعني ان نصعد، وانت نصعد. فاهم، فرق بينه وبين كولتشستر 6 نقاط. فاهم يا بادهان حارسنا الاحتياطي، 4 اشهر، 4 اشهر اصابة بوينات، رباط متوسط اضافي. اخ يا صدق يا رباط، يعني بيغيب مارس ابريل مايو ويونيو، يعني انتهى الموسم عليه، انتهى الموسم على سوبر برنات. فاهم يعني ندور على عملاء احرار. عندنا فولي، هذا اولا. اثنيناتهم بنحاول ان نفهم، وحاليا مهاجمنا الاساسي بيكون هو توبن. يا
توبن بيكون هو مهاجمنا الأساسي، أما العلام بيكون هو مهاجمنا الاحتياطي، مع أنه طاقته 48. أنا ما جبت إلا عشان يعني اللاعبين فيقله شوية. يا نروح لمباراة برادفورد سيتي، اللي أتوقع أنه بسوي سكيب لأنه برادفورد يعني مو بوايد ممتازين، مركز 15. يا خلينا نشوف الحين شو مراقبة ليام ديلاب. ديلاب طاقته 67. يا خلينا نسوي سكيب لمباراة برادفورد، إن شاء الله نفوز فيها. و تعادل 0-0، تعادل 0-0. يعني نحن نبغى نفرق، بس إن فريقنا ما يبغى يفرق. فرق بينه وبينهم 5 نقاط الحين. بات ليتن، ليتن أي مركز؟ مركز التاسع. تخصيص ليتن لابسين أخضر ونحن بعد لابسين أخضر، نخليهم يلبسون أحمر ونسوي محاكاة المباراة وتشوف شو يصير. تدخل يبعد الكرة، إصابة خفيفة لتوبن. لا يا شيخ، يعني كل مهاجم نيبه ينصاب؟ شو هذا؟ شال قلة أدب اللي أنا قاعد أشوفه؟ إيه؟ يعني ليش يعني كل مهاجمين ينصابون يعني؟ توبن ينفع أصلا سوبر ساب، وأنا جايبن عارفين توبن، أنا جايبن الحين مهاجم أساسي، لأن I've got to do that، لازم أسويه كعادة. أوكي، يلا. يا سلام يا ابراهيم فود يا وحش، 1-0، ليتس جو يا ابراهيم فود. عادة الكرة، بلاكاري، توبن، بلاكاري، ابراهيم فود، توبن، يلا، الله عليك يا ويلر، الهدف الثاني 2-0، ليتس جو. في الدقيقة 37 سجلنا الهدف الثاني 2-0، الله عليك يا ويلر. الكرة، الله الله، شوف فريق كيف يلعب، شوف سمبوسة يونايتد كيف يلعب. سمبوسة يونايتد، انتوا على اخر مبايتين تستاهلون سمبوسة يعني، بس ان شاء الله هم ما يسجلون. ما تخلون يسجلون يا شباب، ما تخلون، لا لا ما تخلون. اوكي، وحوش الشوط الثاني، ليتس جو. فريقنا ما يعتمد على الاستحواذ دائما يعني، نشوف يعني. اوكي، ماكونفيل يلعبها، تمريرات ماكونفيل، ويلر ماكونفيل، ويلر ماكونفيل، ماكونفيل فوت، بلاكاري ماكونفيل فوت، ماكونفيل لعبنا فيهم لعب والله. شوف الكرة عادت لهم، تسديدة، جول ابراهيم فورد، ابراهيم فورد يسجل الثالث، 3-0 في هذه المباراة، الله عليك يا ابراهيم فورد. ما عرف الدقيقة 90، دقيقة 90، أنا بدخل. أوكي، أسجل عليهم الرابع، أسجل عليهم الرابع، يا الله حرام، حرام. أوكي، الكرة عادت، تمريرة، وكذي تنتهي المباراة. نتيجة 3-0 فزنا. يا منو اللاعب المصاب الحين؟ توبن بيغيب 5 أيام، الحمد لله. بعدين ما ادري ليش يعني، بس توبن الحين انصاب، ومباراتنا اللي ضد كونشستر اللي هم المركز الثاني. شت، لا اخ، اصبر يا شباب، بس هي شوي بجعلكم يعني. يا جماعه رجعنا، ف بنلعب بسترايكر، ممكن طاقه، اصبروا شوية، ليش ما نخلي فود يروح مهاجم؟ تي اف، وعندنا لاعب يكون في ال دبليو، عندنا لاعب ما جربناه،
اللي هو أتذكر في لاعب كان يدخل، كان يخلوني أدخل بدل هيم رافيتي. رافيتي هذا بندخله تجربة، طبعا ما صار التعديل، توبن مصاب، دخل كليفورد، فميا كليفورد حال ثاني، يعني ما يستنى دخل حاسين في نفس المباراة. اوكي فكذي الوضع نايس. اتخيلوا يعني الحين حطينا ابراهيم فود مهاجم، بعد ابراهيم فود ينصاب في المباراة، نايس. فميا حاليا نروح لمباراة كولتشستر اللي هي اهم مباراة في الحلقة، فميا نحقلنا هالمباراة ده نخلص شهر فبراير. عندنا اولا 56 57 طاقاتهم، بالنسبة لي انا ممكن، بالنسبة لي انا 1.66 مليون، 666,000، ما ادري من وين يبنى هالفلوس يعني. معي ليش ما نشتري فيهم لاعب؟ ايبو سيلي ولا ريكي جي جونز؟ ريكي جي جونز ما نقدر نتعاقد معه الحين، بنروح مع ايبو سيلي. فاهم يعني ما ادري من وين يتني هالميزانية يعني الصراحة. اوكي هني نحط مليون واربعمية، تبقى مليون واربعمية وقبل، بس يعني الحين احنا خارج خارج قائمة انتقالات، فاهم يا اللاعب بيكون دور عام، فاهم يا مدة العقد 5 سنوات اكيد. تجاهل الشرط الجزائي وجينا نقبل العرض الماضي. ايبو سيلي اهلا بك في فريقنا، لعبنا لعب موهبة، فعندنا كولتشستر المركز الثاني في الدوري. يلا يا فريقنا، فريقنا انتو اليوم لازم انكم تقدمون افضل ما عندكم. كوليبالي تعبان، ما في اي مدافع احتياطي عندنا، بس ما خليك خليك. يلا ليتس جو لهذه المباراة، ان شاء الله الفوز ضد المركز الثاني. مباراة كبيرة اليوم بين أصحاب المراكز اوكي الأولى في هذا هو الدوري، لقاء مهم جدا المركز لصاحب المراكز الثاني الأولى والثاني في قمة كولتشستر، الدوري هذا الموسم. و نحن على بعد دقائق من فريق بداية المباراة، تكون المركز معنا الأول ولا تذهب بعيدا في الدوري. مباراة في ملعبنا أهلا بكم لازم مشاهدينا نفوز وأهلا فيها، أهلا إذا فيكم نحن عشاق كرة صدق القدم نبغى الدوري، والأهداف. إذا نحن الأجواء صدق نبغى جميلة الدوري جدا، لازم نفوز في هذه المباراة. هنا إبراهيم هنالك فود مهاجم اليوم، تحدث كفارس هوى ما بجميع أتوقع أن الإمكانيات يبدع والنقاط، صراحة، بس وبيأتي نحن بطريقة منفذة دفاعنا وهجمات متكاثف. قوية. آخر ولكن مباراتين مانشستر يونايتد فزنا فيهم، قدمت فريق فزنا ضد رائع سولفورد وقدمت 2-1 مجهودات واجهة وكرة وقدمت عرضية مجهودات واجهة تسديدة وقدمت والهدف مجهودات الأول، واجهة لأن بكل اختصار كل الدفاع هد اللي اللاعب اللي هناك، لأن ما أدري غلطة من الدفاع وغلطة مني أنا، ما إذا أدري. أول أهداف هذه كرة بتعود مرة أخرى، يتقدم للأمام، هكا تسديدة الله على اعتراض خلاص. التسديدة، فرصة الآن، كرة للتسديد هكا الآن، تسديدة، هكا هدف داخل مرمى بيريحة هالمرة. الأعصاب، هدف بزينة آخ التوتر، آخ آخ، هدف بمنتهى الإصابات الأهمية، لعبت فينا لعب هدف ممكن. لمرحب الأمور، سينكلير. عند الكرة الآن، هكا تسديدة عادية إلى القائم خطيرة. الحارس. هالسبب، هالسبب ان نحن يعني لازم يكون الشباب عندنا في ظهير عزة طويل، جمال يعني هذه اللحظة. مشكلة ان العرضيات لحظات أخيرة نشاهدها، النتيجة من الصعب بل من المستحيل أن تتغير في هذا التوقيت. يعني مشكلة الإصابات يعني جت في وقت مب، ما أدري شو أقول يعني، ما أدري شو أقول. أداء قعدت ممتاز من كرة القدم تتخلص لم الكرة تتحسن. جدي هم بيقلصون الفارق عنا. آخ يا كولتشستر، يعني شوفوا كيف لاعبين مرهقين، أنا ما أدري كيف هم كذي وليش هم كذي. يتقدم يعني الكرة كولتشستر للهجوم، صح إنه فريق قوي المركز الثاني، بس هو أقوى عرضية في منا المنطقة، كمان، خطورة مستمرة يعني بعد فشل، الكرة ليش فرصة تتلعب كبيرة لي لتسجيل. وما في حد هناك انتقال النتيجة
بس خسرنا 4-0. يعني انا ما ادري ايش السالفة في دفاعنا اليوم، يعني الغلطة كانت من انا ما ادري شو اقول. يعني توبن اوكي بيرجع ضد هذا الفريق اللي هو سويندن، خسرنا في مباراة ما كان المفروض نخسر فيها. سويندن مركز 13، هالمرة اتوقع ان اكيد هذاك اللاعب رجع اللي هو توبن. بس يعني لو بنات ما كان مصاب، انا كنت ممكن اقول لكم ان المباراة بتكون نتيجتها شيء ثاني، ان المباراة كانت بتكون نتيجتها شيء ثاني، وخسرنا من سويندن. يا الله، خسرنا من المركز 13 الحين. اخ، الحين هم 65 ونحن عندنا مباراة، وهاي المباراة اللي لازم نفوز فيها، ما نستغلها، نتعثر بكل اختصار. يعني باتنا ضد كانثورب، يعني هاي لو ما فزنا فيها انا ما ادري شو اسوي. فزنا فيها الحمد لله، مو لازم سجل لنا هدف. ثانية غرفتي تطلع برا، ادخل مكانك توبن. ثانية نروح لمباراة هارت البول، اللي بتكون مباراة قوية. هارت البول المركز السابع، يا هالمرة خلينا ندخل. مفاجئ الصراحة، حجم التركيز عليه اليوم. إبراهيم فود يتصدر قائد دايما الهداف في الدوري كل ما بمساحة ندخل يعني الأهداف أمام المرمى، يحقق يحطونا. قدرات تجعل دايما يهدد فاهم، المرمى يا ليتس جو وتبث صحته لهالمباراة في بعد الأداء مبهر. خسارة 4-0. الاهتمام الكبير مسترق على فزنا هذه ضد اللحظات. أهلا سكانتورب، بكم مشاهدينا الكرام و أينما كنتم. يوم للحين جميل في هنا وأجواء جميلة نترقب فرق فيها بسيط قيادة بيننا قوات وبين كبيرة. الفريق اللي جميلة تحتنا اللي التعليق، هو سأكون كولتشستر. معكم أنا فارس عوض، وموعدنا اليوم مع مباراة من مباريات بطولة الدوري. نتطلع، يا What the hell؟ أي تسديدة! متأكدين إني ألعب في الصدمة! الدرجة الثانية لو لاعبهم شات كرة كذي تأخذ ودخلت في الجول؟ مستحيل الكرة! ليش لعيبتي ما يسوون كذي عيال؟ هدف ممتاز يساعد في قطع الكرة. عند الكرة في مكان خطير. مرونة كبيرة في هذا التصدي. ركنية إلى داخل المنطقة، إبعاد للكرة والخطورة. ولا مولا عاد لاعبينهم ملعوبة عرضيات. تحت القائم يا الهدف. الله العرضيات ما نقدر نسوي فيها شيء، دام ان دفاعنا كذي ما نقدر نسوي شيء في اي عرضية تينا، اي عرضية تينا خلاص نحن كذي انتهينا، انتهينا لما تينا اي عرضية. مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدف اي بالقرب من عرضية، اي الشوط. عرضية تتعرض داخل منطقتنا يصير فيها شيء غلط، يا سلام يصير على التدبر فيها شيء والشوط. غلط. هذا كثيرا في قطع الكرة. كرة بالتعدي بوجه في المرمى. مباراة تنفض بأن تنتهي. هدف تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة. شوف الأعصاب الآن، هدف واحد قد يأتي في أي لحظة في المباراة. النتيجة الآن 2-1، والكرة تعود إلى منتصف الملعب. صافرة نهاية المباراة على خسارة اوكي أصحاب. انتهت المباراة. اثنين واحد خسرنا. ويتم ينزل تقييم عندي كمدرب. ماشيين بالبركة فريقنا. نسوي سكيب للمباراة. خسرنا 2-1 من مركز 17. يا الله، ما بنخسر مركزنا، بنخسر مركزنا.
بتسوي اكيد مغير تشكيلة، مغير تشكيلة. هذا اعطاه ثلاثة دفاعية. اخ، نحن حرفيا نخسر من كل حد، نحن حرفيا نخسر من كل حد. صرنا مركز ثاني، نحن مو بالمركز الاول اللي مو خسرنا مركزنا، خسرنا مركزنا من وول سول. هالمرة لو خسرنا انا بوقف الفيديو. خسرنا. هلا انا بغي اقول لكم لا صايت الفيديو، أتمنى انكم استمتعتوا، لا تنسوا اللايك وسبسكرايب والجرس. كان معكم عمر، مع السلامة.